بسم بسم الله الرحمن الله الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على الحسن بن علي بن محمد، البر التقي الصادق الوفي، النور المضيء خازن علمك، والمذكر بتوحيدك، وولي أمرك، وخلف أئمة الدين، الهداة الراشدين، والحجة على أهل الدنيا، فصل عليه يا رب، أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحجتك وأولاد رسلك يا إله العالمين.